أسأل عن السهو في متابعة الإمام إذا ركعت قبل أن يركع، هل علي سجود سهو؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تكفي للسؤال الأول. وكذلك إذا كان ارتفاع السعر نظرا للتأجيل، يعني زيادة في السعر من أجل الأجل، لأن بيع الحاضر ليس تبع المؤجل، فهذا أيضا لا بأس به. أما ما ذكره السائل من أنه إذا سهى مع الإمام وأن ركع قبله سهوا أو سجد قبله سهوا ثم عاد وتابعه، فهذا ليس عليه سجود سهو، يتحمله الإمام، ليس عليه سجود سهو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.